البنك المركزي كذلك مر بمرحلة تغيير كامل، وأنا أظن يعني إحساسي أن كثير من الأشياء اللي هو قام بها هذه سوف يشجع على تحسين أداء المؤسسات المالية في مصر، وكذلك إعطاء السوق المصري السوق العالمي، خاصة أن سعادة المحافظ كذلك هو مصرفي دولي وكان متواجد في عدة دول، والآن بخبرته سوف يعني تنعكس على الجهاز المصرفي. كذلك هناك الآن تغيرات تحدث في منطقتنا العربية وفي العالم، ألا وهي الحوكمة. الحوكمة أخذت شوط كبير في تضبيط و يعني تنمية المؤسسات المصرفية وإعطاء الجهاز المصرفي الدافع القوي لأن يكون جهاز منظم ومو أو قصدي نقول ممول، وكذلك يعني عنده استدامة في أنظمته. فالحوكمة نزلت في عدة دول في العالم أو في أكثر الدول في العالم، والآن أشوف أن كذلك البنك المركزي مهتم اهتمام قوي بتفعيل الحوكمة في السوق المصرية.